ده فيديو تاني عن الفلفل. الفلفل بدأ تكبر اهو، بسم الله ما شاء الله. عايزين نوضح بس الزوم. ده فلفل حراق، وموضوع طبعا ايه سهل جدا مش صعب ان احنا نزرعه. الخصلة دي اصلا بتتباع بجنيه من وزارة الزراعة. يعني انت لو رحت وزارة الزراعة قلت لهم يا جماعة انا عايز خصلة فلفل، ممكن يجيب لك 10 وحدات وتزرعهم عندك في البيت وكده. ده فلفل حراق، شايفين ده فلفل حراق، وفلفل حراق زرعينه ايه في بلكونة، يعني مش في السطح كمان، لا في البلكونة. يعني دي حاطة جردل بتاع الزبالة ده، حاطين فيه ايه طينة، وده ايه وده فلفل برضو زيها، ودي برضو ليمون بس ليمون لسه مطلعش، ودي برضو دي طماطم بس الله يرحمها لأن أهملت فيها بقصد، يعني بدون قصد يعني. وده ورد بلدي اهو بس لسه ايه الوردة وقعت، بس هنطلع واحدة تانية زيها. وده سفندي، ده سفندي، وطبعا ده ريحان. وطبعا متنسوش طبعا تحطوا له الرش اللي هو مية بخميرة وسماد اللي بيتحط هنا يعني، وترشها كل يومين أو كل 3 أيام مية. في نهاية أسبوع هتكسب ثواب ويكون عندك خضار. ده كمان طماطم بس لسه مكبرتش، إن شاء الله ما تكبر هنديكم هنوكم عليها. المشروع ده حلو قوي، هتفيدك في البيت، هيتغنيك جدا إن أنت هتنزل السوق تشتري خضار. وزارة الزراعة يعني على فكرة البتاعة دي كانت سعرها كام؟ أنا جبتها بجنيه والله منهم. عندهم كل حاجة، فلفل وطماطم وخيار كل ما تتخيل. اشتري 10 وحدات وحطهم مثلا ايه في قصرية زي كده، وخلال شهر كده بالظبط بقى هيبدأ عندك انتاج هيكفيك تأكل عندك في البيت وتأكل الناس اللي في العمارة عندك كلها كمان. دي شجرة برتقان، دي كنت جايبها مش جايبها من وزارة الزراعة، دي كنت جايبها من حديقة الأرمان في الجيزة. وطبعا ده ريحان عشان تعمل ريحة حلوة. أنا مش عايز أقرب الكاميرا شوية عشان ما صورش الجيران، وأنا عايز أجيب بس أخ زعتر بس عشان العصافير يعني. ده أخ زعتر عشان طبعا العصافير ما تاكلش المحاصيل يعني عندنا. وممكن احط لهم شويه رز كده يعني صدقه جاريه، يعني ساعات بحط شويه رز يعني كده عشان بيصعبوا عليا العصافير ياكلوا منها. وافضل ليا طبعا ان هم ياكلوا السفندي، يعني الشجره دي كانت مليانه سفندي اول ما جبتها. دلوقتي بقى في شجره 3 4 وحدات عشان طبعا السفندي بيتاكل كله، مش احنا اكلناه العصافير اكلته. فطبعا ايه كتر خيرهم ما سابلوش غير واحده ولا اتنين بس موجودين فيه. فعشان كده انا حطيت البتاع دي انا حطيتها عشان ايه العصافير ما تاكلش الخضروات. ده ورد بلدي على فرنسي، يعني بيطلع ريحه حلو قوي بس لسه ما فتحتش. هي كانت فتحت قبل كده وبس ما يعني وخلصت. وده درج، ده يعتبر درج جديد بتاعها. هنرجع تاني نشوف المحاصيل تانية. ده كمان عندي هنا كمان ورد بلدي، بس لسه كمان ورد بلدي لسه مفرقتش قوي يعني. يعني كفايه بيديلك منظر حلو يعني تستفادوا، يعني المشروع ده حلو قوي الناس ممكن تعمله وتكسب منه وتاكل منه ومتعيش. شكرا. انا محمد فايد.